مساء الخير عليكم، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من عرب وود، اهم واخر الاخبار الفنيه والحصريه. ازيك يا ايه؟ ازيك يا فاروق؟ مساء الخير. مساء النور عليك. مساء الخير على اجمل مشاهدين مشاهدين عرب وود في كل مكان. حلقه جديده النهارده مميزه جدا وكلها اخبار جديده. ما تنسوش دايما تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك وتويتر، وهنبدا اوان بالهايلايتس. احمد هارون ينتظر طرح قلب اسود. حسين الجسمي يقترب من انهاء البومه. اوشن 14 يصل ل 13 مليون. رندا البحيري تكشف حقيقه زواجها من محمد مجدي. سر الغاء حفل سمير عبد النور للاجئين. واعتزال شيرين عبد الوهاب. أفضل تقطيع شراييني على مشاركة في سلسلة أفلام جيمس بوند مرة أخرى. ده التصريح اللي قاله النجم الإنجليزي دانيال كريج، واللي استقبله جمهوره وعشاؤه باستغراب كبير جدا. والاستغراب كان سببه أن سلسلة أفلام جيمس بوند ما ضرتش دانيال كريج، بالعكس دي ساهمت في نجوميته وكانت محطة مهمة في مشواره الفني. لكن بالرغم من التصريح ده، إلا أن كتير قالوا أن انسحاب دانيال كريج من سلسلة أفلام جيمس بوند مش هيكون بشكل نهائي، وخصوصا أنه قال تصريح تاني بأنه لو شارك في أي جزء تاني من السلسلة مرة تانية هيكون بسبب الفلوس وبس. لعب دانيال كريج بطولة 4 أفلام من سلسلة أفلام جيمس بوند وحققت إيرادات كبيرة في دور العرض العالمية، ده بالإضافة لتقديمه لنفس الشخصية في عدد من الأفلام القصيرة ولعبة الفيديو. فيلم كازينو رويال هو الفيلم رقم 21 من سلسلة أفلام جيمس بوند، وهو أول بطولة لدانيال كريج في السلسلة، وكان من إخراج مارتن كامبل. الفيلم تم إنتاجه سنة 2006 وقدر يحقق إيرادات وصلت ل 600 مليون دولار. Your file shows no kills Bond, but to become a double O, it takes two. How did you die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably. The man was Le Chiffre, private banker to the world's terrorists, which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. If he loses this game, he'll have nowhere to run. You're the best player in the service. The Treasury has agreed to stake you in the game. But if you lose, our government will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money. And off your perfectly formed house. الفيلم الثاني في مشوار الممثل البريطاني دانيال كريج مع سلسلة أفلام جيمس بوند كان بعنوان كوانتم أوف سولس، وتم إنتاجه سنة 2008 وكان من إخراج مارك فورستر. الفيلم حقق إيرادات حوالي 600 مليون دولار، يعني تقريبا نفس إيرادات فيلمه الأول في السلسلة كاسينو رويال، وده كان معناه إن نجاحه مستمر في دور جيمس بوند. He'd be a pretty cold bastard who didn't want revenge for the death of someone he loved. I don't think the dead care about vengeance. The first thing you should know about us is that we have people everywhere. What the hell is this organization, Bond? How can they be everywhere and we know nothing about them? This is the world's most precious resource. We need to control as much of it as we can. Name check, Dominic Green. He's a person of extreme interest. We've already begun destabilizing the government. You know who Green is and you want to put us in bed with him. Yeah, you're right. We should just deal with nice people. Get in. All right. Careful with this one, Mr. Bond. She won't go to bed with you unless you give her something she really wants. I think someone wants to kill you. You two do make a charming couple, though. You're both, what's the expression? Damaged goods. وبعد غياب السلسلة 4 سنين، أخرج سام مندس في 2012 الفيلم رقم 23 من سلسلة أفلام جيمس بوند، والفيلم الثالث لدانيال كريج بعنوان سكايفول. وبيعتبر فيلم سكايفول من أنجح الأفلام في سلسلة جيمس بوند، وقدر يحقق إيرادات وصلت لمليار و110 مليون دولار. ده غير كمان إنه ترشح لخمس جوائز أوسكار، فاز منهم باتنين، هما أحسن مونتاج صوتي وأحسن أغنية لأدل. بوند، جيمس بوند. How much do you know about fear? All there is. Not like this. Not like him. Just look at you. Chasing spies. England. MI6. She sent you after me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. The two survivors, this is what she made us. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection.
الفيلم الرابع والاخير لدانيال كراك في سلسله افلام جيمس بوند هو فيلم سبكتر اللي تم انتاجه سنه 2015 وقام باخراجه سام مندس. وقدر الفيلم يحقق ايرادات عاليه جدا في شباك التذاكر ويكون اضافه لسلسله افلام جيمس بوند وكمان يكون من اهم افلام دانيال كراك. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. Magnificent, isn't she? 0 to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up her sleeve. Do one more thing for me. What do you have in mind? Make me disappear. Tell me where he is. He's everywhere. If you go there, you're crossing over to a place where there is no mercy. You're protecting someone. انتشرت اخبار عن ترشيح الممثل البريطاني الاسمر ادريس البا علشان يقوم ببطولة جيمس بوند بعد اعتذار دانيال كراك. لكن صناع الفيلم متخوفين من عدم تقبل المجتمع البريطاني ان يكون جيمس بوند اسمر، وخصوصا ان العميل 007 هو واحد من اهم الاساطير البريطانيه في السينما العالميه. لكن كمان جنب ترشيح ادريس البا لدور جيمس بوند اترشح اكتر من ممثل زي توم هاردي وتوم هيدلستون. الايام اللي جايه مع تحضيرات الجزء الجديد من سلسله افلام جيمس بوند هنعرف يا ترى مين هو اللي هيفوز بالدور ده. وممكن برضو يا فاروق نلاقي مفاجاه ونكتشف ان بطل الجزء الجديد هو برضو دانيال كراك. فكك مني بقى حاجة غريزة. أخبار جديدة عن النجمة عمرو عبد الجليل وفيلم فص ملح وداخ هتكون معانا بعد شوية. وأخيرا فاز النجم العالمي ليوناردو دي كابريو بجائزة أحسن ممثل في الأوسكار السنة دي عن دوره في فيلم ذا ريفينانت بعد ما ترشح لها 5 مرات قبل كده، وكان في توقعات كبيرة بتقول إنه أكيد هيحصل عليها السنة دي، وخصوصا بعد فوزه في البافتا والجولدن جلوب بجائزة أحسن ممثل عن دوره في نفس الفيلم. قررت المطربة شيرين عبد الوهاب فجر يوم الاثنين انها تصحي كل جمهورها في الوطن العربي على خبر اعتزالها المفاجئ، واللي كتير لحد دلوقتي مش مصدقينه وعندهم امل انها تتراجع عنه. وبعتت شيرين فجر يوم الاثنين رسالة صوتية للصحفي ربيع هنيدي وقالت له انها بتعتزل الفن بشكل نهائي وكلي. وطبعا قام الصحفي بنشر الرسالة وبعدها اطلق جمهور شيرين هاشتاج شيرين نرفض قرارك، واللي تصدر تويتر في الوطن العربي خلال دقائق. استاذ ربيع معلش بكلمك في وقت متاخر، بس كنت عاوزه ابلغك حاجه انا قررتها وعاوزاك تعلنها، ان انا اعتزلت الفن بشكل لا رجع فيه، ده قرار مش هرجع فيه، اعتزلت الفن بشكل كلي. يعني اختارت مسؤولين عن مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه مع بعد حتشبسوت عشان يقام فيه حفل افتتاح الدوره الخامسه من المهرجان، وده بعد 19 سنه على المسبحه اللي حصلت في الدير البحري سنه 97. الفنان احمد هارون خلص تصوير دوره في فيلم قلب اسود ومستني طرح الفيلم في السينمات في نص شهر مارس اللي جاي. الفيلم بيشارك في بطولته اشرف طلبه ونهال عنبر ومجموعه من الفنانين الشباب، وهو من تاليف مصطفى عامر ومن اخراج وائل عبد الرحمن. اتفاجئ النجم التركي انجل اكيوريك الشهير بكريم ان مجموعه من محبيه اسسوا جمعيه خيريه بتحمل اسمه علشان مساعده الاطفال الفقراء في تركيا من غير ما هو يعرف. انجل كان اخر اعماله مسلسل عشق المشبوه، واخد كمان شهره كبيره جدا في الوطن العربي بشخصيه كريم. قدر فيلم اوشن 14 انه يحقق ايرادات وصلت ل 13 مليون جنيه علشان يكون في المركز الاول في سباق السينما للموسم ده، وجه بعده فيلم من ظهر الراجل لآسر ياسين اللي حقق حوالي 6 مليون جنيه علشان يكون الفرق بين الفيلمين اكتر من الضعف. بدأت الفنانة يسرى تصوير اول مشاهدها في مسلسل خيط حرير واللي بيشاركها بطولته هاني عادل وسيد رجب، وده بعد فترة تأجيل بسبب تغيير كتاب المسلسل اللي اعتذرت عنه ورشة مريم نعوم. المسلسل بيخرجه هاني خليفة وهترجع بيسرى لدراما رمضان بعد غيابها السنة اللي فاتت. انطلق في الايام اللي فاتت تصوير مسلسل جريمه شغف واللي بيشارك في بطولته مجموعه من ابطال الدراما السوريه واللبنانيه والمصريه، وعلى راسهم قصي خولي ونادين الراسي وجميل عوض ونجلاء بدر،
وهيتم تصوير احداث المسلسل ما بين القاهره وبيروت اللي كانت اول محطه يتم التصوير فيها. انتهى الفنان عمرو عبد الجليل وفريق عمل فيلمه الجديد فص ملح وداخ من تصوير احداث الفيلم في مدينه الانتاج العالمي. الفيلم بيشارك في بطولته الفنانه الكبيره صفيه العامري وعبد الرحمن ابو زهره وجهاد سعد ومحمد شومان، وهو من تاليف كريم الحسيني واحمد مؤمن ومحمد السباعي، ومن اخراج تامر باسيوني. تفاصيل اكتر عن دور النجمه كيم بسينجر في الجزء الجديد من فيلم 50 شيدز اوف جراي معانا بعد شويه. النهارده هنتعرف اكتر على حياه النجمه العالميه روني مارا اللي اتولدت في اسره رياضيه غنيه. أسرة روني هم مؤسسين وأصحاب فريق نيويورك جاينتس لكرة القدم. أما أسرة والدتها فمشاركين في أحد فرق كرة القدم الأمريكية. تعالوا نشوف مارا بتقول إيه عن الموضوع ده. Whatever the perception is out there of me and where I come from, it's not really accurate. Everything is always sort of inflated quite a bit. في الحقيقة إن اسم روني ده هو الاسم الأوسط، أما اسمها في شهادة الميلاد فهو باتريشيا، وترتيبها الثالث ما بين أربع أطفال. روني عندها أخت أكبر منها هي كيت، وكمان بتشتغل في التمثيل. روني شايفة إن عيلتها الكبيرة دي هي صاحبة الفضل عليها في إنها تكون إنسانة متواضعة وسط جنون هوليوود. Well, I mean, I think in my life anywhere, I always try and stay true to who I am. It's not always easy to do, especially in this industry. So many people want you to be so many different things, and I always just try and be who I am, you know. And it's not always an easy thing to do. When people are trying to make you into whatever they want you to be. روني مش مجرد وجه جميل، فهي درست السياسات الاجتماعية الدولية، وكان ليها سفريات كتيرة جدا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويمكن ده اللي خلاها تأسس جمعية خيرية خاصة بيها بتهتم برعاية الأيتام في كينيا. يعني باختصار نقدر نقول عن روني مارا إنها جميلة وموهوبة وقلبها كبير، وهي فعلا واحدة من ألمع وجوه هوليوود. تعاقد كيم بيسينجر على لعب دور حبيبي كريستين جراي السابقة، وشكت بالعمل في الجزء الجديد من فيلم 50 شيدز اوف جراي. وهتقدم نجمه الاوسكار دور الينا لينكولن في الفيلم المبني على الثلاثيه الشهيره للكاتب اي ال جيمس. وبكده تنضم بسنجل لجيمي دورنان وكمان داكوتا جونسون اللي هيرجعوا في ادوارهم الرئيسيه لشخصيات جراي وانستاسيا ستيل في فيلم 50 شيدز داركر. وقالت داكوتا جونسون انها مش قادره تستنى بدء تصوير الجزء الجديد، وانها متحمسه جدا ترجع تقدم شخصيتها وتشوف هتتطور ازاي. داكوتا قالت ان القصه مثيره جدا وهتتطور نوعا ما لنوع من الرعب، لكنها لمحت لقلقها من الكاميرات الكتير، لانه حسب كلامها مش لطيف انك تكون بتصور بالشكل ده. الفيلم الجديد هيكون من اخراج جيمس فولي بعد ما اعتذر تايلر جونسون مخرج 50 شيدز اوف جراي عن الجزء الجديد، والاخبار بتقول ان السبب كان اختلاف وجهات النظر مع المؤلف جيمس. والمفروض ان فولي تعاقد على اخراج 50 شيدز داركر و50 شيدز فري، ويبدا التصوير مع بدايه الربيع. We've had a number of potential nannies come through already. Do you think you can manage? Of course. I'm Malcolm. Hi. I'm the grocery boy. Well, grocery man. Lead the way. Allow me to introduce Mr. Hilscher. And this is our son, Brahms. من احدث انتاجات هوليوود فيلم الرعب ذا بوي، واللي اقيم العرض العالمي الاول ليه من فتره قريبه في ال اي. الفيلم من بطوله لورين كوهين اللي كلنا عرفناها من مسلسل ذا ووكينج داد، لكن المره دي هي مش مضطره تتعامل مع زومبيز وانما عروسه مريبه. تعالوا نشوف هي بتقول ايه عن الفيلم. It feels very exciting. I just got to meet a ton of fans upstairs. Very excited for everybody to see the movie. Trying not to be scared of any jumping dolls. It's amazing to walk around. So much of this place is filled with sets from the movie. And real pieces of everything we created, you know, a year ago. So it's incredible. The excitement, I love it. So it's nice to sort of eventually get the chance to see something that happened a while ago and see how it comes from the script and onto paper and on TV. So very excited to see everyone and catch up with everyone. It's been a while. So yeah. Brahms is not like other children. It is very important that you follow these rules. Be good to him, and he'll be good to you. No offense, Brahms, but you kind of creep me out. I think they're going to be scared, but I think there's also a good story about a girl who interestingly is exploring motherhood and healing herself and healing some pretty scary past. So we've got a good story as well as really jumpy film. It's a lot of surprises. There's a lot of things that are different about this movie. And I don't think
you know, people want things that are different, and it's hard to find stuff that's different. And I think that the script, starting with Stacey, Maneri, it's like it's there's a lot of really different stuff about this movie. So I think it's turned out cool that way. She's running from something here that. A situation that's bad enough that looking after a doll in a creepy haunted mansion doesn't seem that bad. You okay? I needed someone else to see it. To see what? If you leave him alone, then I'll give you a sign. This is like some kind of magic trick, right? It's not a trick. Tell me about the real Brahms. He was downright strange. A little girl from town used to come out here to play with Brahms. They found her body in the woods. By the time the police arrived, the place was up in flames. Brahms didn't make it out. Hello? No one's been up there for years. We were really lucky. We shot in Victoria, BC, and we had three different gorgeous houses that we shot in. So we found this castle, and it really elevated kind of the script is what we originally intended. It wasn't quite as grand as that. And a girl alone in that big gothic castle. You know, our set decoration, we had old taxidermy and just things that were in a home that had not seen life for a very long time. And so you have this strange older couple and a doll, and the house definitely did envelop you and made you feel very claustrophobic. على فكرة أنا صديق شخصي لأحمد بشعر. يا ترى إيه الصورة اللي حيرت جمهور الفنان هشام ماجد؟ هنعرف بعد شوية. رجعت من تاني فنانة شريهان لجمهورها على الانستجرام بصورة نشرتها من فيلم عرق البلح واللي شكت في بطولته من سنين، وعلقت على الصورة اللي ظهر فيها مع الفنان الراحل عبد الله محمود أن الفيلم هو رائعة المبدع رضوان الكاشف. نشرت المطربة الخليجية وعد صورة ليها في حفلة من حفلاتها على الانستجرام واللي علقت عليها وقالت انها منسجمة على الاخر، وده كان سبب في ان الجمهور يتفاعل معاها ويعبر عن حبه ليها في التعليقات. وجهت النجمة امال ماهر الشكر لجمهورها على الانستجرام من خلال صورة نشرتها، وعلقت عليها بشكر كل جمهور الخاص بيها، وده بعد ايام قليلة من احتفال جمهورها بعيد ميلادها الاخير. نشر النجم العالمي ريكي مارتن صورة ليه أول ما وصل الأرجنتين على الإنستجرام، وظهرت وراء الطيارة اللي وصل فيها، خصوصا وإنه قال في تعليقه إن ده ضمن جولة عالمية بيقوم بيها في الفترة الحالية. نشر الفنان ماجد المصري صورة غريبة على الإنستجرام ظهر فيها كلب بيسوق عربية وكمان لابس بابيون، وعلق عليها ماجد وقال إنه محتاج تعليق جامد جدا، وده خلى في منافسة بين الفانز على التعليقات، وفي اللي قال شحيبر واللي قال كمان ان الفلوس بتخلي للكلاب قيمه. اتسببت الصوره اللي نشرها الفنان هشام ماجد على الانستجرام لمجموعه من الاطفال في حيره جمهوره، وده بسبب تعليقه على الصوره اللي قال فيها ولادي كبروا، وده خلى الفانز يسالوه جبتهم امتى دول، خصوصا وانه لسه صغير، لكن الحيره راحت لما حد قال انهم ولاد اخوه مش ولاده. بيواصل الفنان حسين الجسمي تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد، واللي هيقرب ينتهي من تسجيل جميع أغنياته. الألبوم بيضم عدد كبير من الأغاني الخليجية، وكمان بيضم أغنية باللهجة المغربية اتعاون فيها مع الموسيقي جلال الحمداوي. فاجئ المطرب رامي صبري ضيوف حفلته الاخيره اللي اقامها للاحتفال بالبومه اجمل ليالي عمري بعرض كليب اغنيته تعالي، والاغنيه من كلمات الشاعر تامر حسين ومن الحان مدين ومن توزيع طارق توكل، والكليب من اخراج موسى عيسى. I'm
أعلن المطرب الشاب كريم محسن أنه هيتنازل عن أجره في الحفل اللي هيحيه في إحدى الجامعات الخاصة في القاهرة الجديدة. وأكد كريم أنه قرر يتنازل عن أجره دعما للطلبة وأنه هيقيم أكتر من حفلة في عدد من محافظات مصر خلال الفترة اللي جاية. ادى الفنان هاني شاكر من تسجيل 9 أغاني من اغنيات البومه الجديد، واعلن كمان هاني عن طرح الالبوم في الصيف اللي جاي، وبدا تحضير البومه من نهايه السنه اللي فاتت. بعد حبك بعد اجمل حب عشته معك يا حبيبي، بعد حب العمر كله اي قلبي عارف الحب اسكت وابتسم واقول في بالي بلاش اقوله، نفسي اقول سطر واحد من حكايتي معاك كفايه، بس اخاف يفهم ويعرف انه مش عايش حكايه. كل الحكايات ما تجيش دقايق من حكاية حبك انت، كل الكلام في الحب هو كلمة واحدة منك انت، كل الحكايات ما تجيش دقايق من حكاية حبك انت، انت كل الكلام في الحب هو كلمة واحدة منك انت. يا ترى يا بتتردد انباء في الفتره الحاليه ان الفنان رامز جلال متضايق جدا، والسبب في ده راجع لقرار منتج فيلم وهي غلطه انه يطرح الفيلم في السينما الشهر اللي جاي، وهو القرار اللي رامز رفضه خصوصا وانه عايز الفيلم ينزل في موسم الصيف، وده اللي بيرفضه المنتج. بعد بدء عرض برنامج وش السعد لمحمد سعد، خرجت دانا حمدان بتصريح مثير كشفت فيه ان كان معروض عليها تشارك في البرنامج في دور ساميه ترابولسي، لكنها اعتذرت لانها ما كانتش متحمسه للموضوع نهائي، وانها بس قبلت تتفاوض لما عرفت ان سامح عبد العزيز هو المخرج. اتردد كلام كتير في الفترة الأخيرة إن دكتورة أمراض جلدية قالت إن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عملت عملية تجميل تكلفتها عدت $100,000، وإن العمليات سببها هو إن كيم عايزة ترجع رشيقة تاني بعد ما ولدت ابنها سن. اتسببت صورة بتجمع بين الفنان محمد نجاتي ورندا البحيري في جدل كبير وخروج كلام عن ارتباط بين الثنائي، لكن رندا بسرعة نفت الكلام ده وقالت ان هما هيشاركوا في فيلم مع بعض عشان كده بيروجوا ليه، وانها مستغربة من الكلام اللي خرج عن جوازهم. بعد ما اعلن عن حفل هتحيي النجمة سيرين عبد النور للاجئين السوريين، اتفاجئ الجميع بان الحفل اتلغى بدون مقدمات، لكن اتقال بعدها ان السبب الحقيقي وراء الغاء الحفل هو مرض سيرين المفاجئ وده منعها من الحفلة. بعد شوية هيكون معانا كواليس مسلسل كلمة سر وعيد ميلاد الفنانة لطيفة، خليكم معانا. احتفل فريق عمل مسلسل كلمة سر بعيد ميلاد الفنانة لطيفة، وده من خلال تصوير مشاهد المسلسل اللي بيقوم ببطولته الفنان هشام سليم والفنانة لطيفة في أول تجربة درامية مصرية ليها. كاميرا عربوت حضرت كواليس تصوير المسلسل واحتفلت مع الفنانة لطيفة بعيد ميلادها. تعرف الأول نشوف لطيفة هتقول لنا إيه بالمناسبة دي، وهنعرف كمان مين من الوسط الفني اللي احتفل معاها بعيد ميلادها.
حاجه دايما يقولوا لي ايه، انت اكيد بتجيلك هديتين، هديه الحب، هديه عيد الحب يعني، وهديه عيد ميلادك. بصي انا يعني عيد الحب يعني لي كتير، لانه الحياه من غير حب لا تسوى شيء، من الحب بكل انواعه، يعني حب الفن، حب الحياه، حب ربنا قبل كل حاجه، حب الوطن، حب الاهل. فالحياه من غير حب اكيد ملهاش اي معنى يعني، اكيد يعني. اول واحده عادتني امي ربنا يحميها ويخليها لي، واخواتي طبعا كلهم كلهم كلهم. ثانيا يمكن دارس النهارده فاجئتني بالمفاجاه اللي هي عاملاها دي، يعني دي عشره عمري، دي حبيبه قلبي، دي اختي اللي يمكن ربنا كتب انه يديني اخت اغلى من كده ما فيش. والفنانين الجمال ادوار حياه قلبي حبيبي نورني النهارده، وكل الكرو بتاع كلمه سر المسلسل كلهم النهارده فاجئوني بالمفاجاه دي. سالنا الفنانه لطيفه عن تجربتها مع مسلسل كلمه سر، هنعرف دلوقتي هتقول لنا ايه، وهنعرف كمان ليه وافقت على المشاركه في العمل ده. اولا انا التجربه دي حبها قوي، وحبيتها جدا جدا لما دخلتها، ودخلتها مع ناس محترمه جدا، على راسنا كلنا العظيم الكبير الاستاذ حسن يوسف، الفنان والنجم الكبير هشام سليم، والفنانه الكبيره ريهام عبد الغفور حبيبه قلبي، احمد صلاح حسني الرائع الجميل، الفنانه طبعا الرائعه ايمي سالم، مجموعه كبيره. انا طبعا وافقت على العمل ده لكل الاسباب دي، يعني النص من اروع ما يمكن، المخرج رائع جدا، النجوم اللي معايا، فالعمل كله على بعضه خلاني وافقت. الفنان هشام سليم بيقوم بدور زوج الفنانه لطيفه في المسلسل، يا ترى هيقول لنا ايه عن لطيفه في عيد ميلادها، وكمان هيقول ايه عن المسلسل ده اللي نعرفه منه حالا. الف الف مبروك يا لطيفه. ميرسي يا حبيبي. عقبال 100 سنه. انت نورتينا في هذا المسلسل. مسلسل حلاوته ان في احداث بتحصل فيه كتير جدا تشويقي، والحاجه اللي انا خايف منها ان هيضيع حلقه، ممكن مش هيقدر يركز في اللي باقي. كتير من المطربات اللي بيمثلوا لاول مره بيكون عندهم شعور بالخوف، يا ترى لطيفه كان اخبارها ايه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من هشام سليم، وهنشوف لطيفه كمان هتقول لنا ايه عن مساعده هشام سليم ليها في التمثيل. اول مشهد هو زي كل مشهد اي حد بيخشه، حتى النجوم الكبار جدا بنبقى خايفين جدا جدا جدا، وخايفين من علاقتنا مع الشخص اللي قدامنا، وخايفين ان في حاجات كتير قوي ممثلين ممكن يعملوها تطلعك من التركيز. فالاحساس الاولاني بيبقى على طول التعاون هيبقى ازاي. متهيألي هقول لك حاجه، لا هو ما قالهاش، عايزه اقول لك والله العظيم هو يمكن مش فاكر، بس انا لقيته سند ليا يعني في اول مشهد. انا ما اعرفش، انا ما بعرفش امثل، انا قلت ليوسف شاهين، قلت له ما اعرفش، انا بعرف احس، قال لي هو ده اللي انا عايزه منك. ففعلا في اول مشهد كنا بنصور في الجاليري، جاليري ادم، فبصيت له كده قال لي اه خليكي طبيعيه جدا، كانك قعد يقول لي حاجات هو مش عارف قد ايه اثرت فيا وخلتني احس انها، واحنا من يوميها يعني عارفه يعني بجد. كفايه احساسك في صوتك يا لطيف يا قلبي ربنا يخليك. اما منتج العمل الدرامي كلمه سر اسامه سعيد، فكان متفائل جدا بتجربته الانتاجيه مع الفنانه لطيفه والفنان هشام سليم. تعالوا نشوف هيقول لنا ايه. والله يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان ده اول انتاج لينا، وربنا كرمنا بلطيفه وهشام، وطبعا يعني ده كله باين من الاجواء اللي انتم شايفينها وكده، وبنتمنى من ربنا يعني ان يعني نكبر كلنا سوا في اول عمل، ويكونوا هم وش خير علينا، وهم اكيد 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 وش خير علينا. ومن بين ابطال المسلسل كمان الفنان احمد صلاح حسني، قابلناه وكشف لنا ان ده العمل الوحيد ليه في الموسم الرمضاني اللي جاي. تعالوا نعرف تفاصيل تانية عن المسلسل ونرجع لكم تاني. الحقيقه انا داخل بس يعني هو عمل كلمه سر بس اللي هعمله في رمضان. بصي هو المسلسل كله اسرار بصراحه، كله اسرار، بس هو الحاجه المين اللي موجوده انه هي علاقات انسانيه، علاقات بين الشخصيات كلها وبعض، يعني هتلاقي كل الناس مرتبطه ببعض، كل الناس بيقابلوا بعض بطريقه او اخرى. اللي بيحصل في الاخر تويست، هو ده بقى فعلا كلمه السر. عرفنا كمان من الفنان احمد صلاح حسني انه بيقوم بدور راجل متعدد العلاقات النسائيه، يا ترى هيقول لنا ايه على الدور ده؟ وكمان هيقول لنا ايه عن تعاونه مع الفنانه لطيفه وباقي ابطال المسلسل. انا عامل شريف صديق هشام سليم، شخصيه المفروض ان انت هتشوفيها في الاول ان هي شخصيه عاديه جدا، راجل متجوز ومخلف، بتكتشفي بعد كده انه عنده تويستات كتيره جدا، مصاحب على مراته
وليه علاقات بقى بالشام وبلطيفة وإيه اللي جاب يعني زي اللي هو إيه اللي جاب ده جنب ده وإيه اللي جاب ده إيه اللي خلى ده ليه علاقة بده. فعنده تويستات كتيرة جدا في شخصية، بس هو بيبدأ شخصية عادية جدا وبعد كده بيحصل فيها تويستات. يعني أول تجربة درامية بس لطيفة، يعني برضو experienced ومش أول مرة تتحط تحت ضغط أعتقد، ويعني انا مش حاسس ان هي، لان التيم كله بيساعدها برضه، الناس كلها حواليها وفي الاخر هي بتبذل اقصى ما عندها يعني كممثله، وان شاء الله هتعمل المفاجاه ان شاء الله يعني باذن الله. بعد شويه هنشوف مع بعض لقاءات حصريه لأرب وود مع النجوم والفنانين المكرمين من كرم ملتقى الشباب العرب الافريقي التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية عدد من الفنانين والمبدعين المصريين في حفل اليوبيل الفضي لمنظمة لمكافحة الإرهاب والدعوة للسلام العالمي. كاميرا أرب وود حضرت الفعالية اللي حضرها عدد كبير من السفراء والشخصيات العامة. وفي البداية قابلنا الفنان محمد رياض، تعالوا نشوف هيقولنا إيه عن تكريمه، وحنعرف كمان آخر أخبار الفنية. مكرم النهارده، وانا يعني مبسوط النهارده من انه يعني المؤتمر ده لمكافحه الارهاب والتطرف، واتمنى يعني المره دي يعني انه يتفعل ويبقى بيشتغل على الارض ويشتغل بشكل ايجابي، وما بقاش مجرد يعني حفله بنعملها وبنمشي. يعني الجديد احنا عند الليالي الحلميه الجزء السادس، طبعا بعد وفاه ممدوح الله يرحمه حصل لخبطه شويه، بس ان شاء الله يعني بنتداركها يعني، وباذن الله يعني المسلسل يعني هيكمل. عندي حاجات تانية بقراها لسه، بس لسه ما خدتش فيها قرار. يعني الفنانه منى فضالي كانت من بين الفنانات المكرمات الفعاليه، يا ترى احساسها ايه بالتكريم؟ وهي كمان اخر اعمالها الفنيه. والله انا دكتور هيثم غنيم دعاني، والمفروض كنت كمان هكون معاهم في الجمعيه ان شاء الله، بس لسه في تحضير وعندي تكريم النهارده كمان ان شاء الله، فمبسوطه ان انا في عمل مهم وحاجه يعني مشرفه كمان لينا احنا كمصريين. بحس انه جايزه على شغلي، او بمعنى صح زي ما بتقولي كده، ده اللي بناخده في الاخر، الكادو اللي هو تقدير الناس، جمهور الشعب ده بالنسبة لنا كادو، أنا بعتبره كادو وأنا بقول لهم مرسي عليه. إن شاء الله بحضر فيلم سينما، بس لسه يعني أبتدي وبعدين أقول تفاصيله يعني. لا لا أنا عندي بس سلسلة دم الجزء الرابع، هبتدي إن شاء الله قريب. أما الفنان سامح يسري فكلمنا عن أهمية المؤتمر ده وكمان عن أهمية مشاركة الفنانين فيه، وكشف لنا كمان عن آخر أخبار الفيلم الهندي اللي بيشارك في بطولته. لما جيت سألت الأول وشفت المنظمة بتعمل إيه أو التكتل ده بيعمل إيه، أدركت ان عندهم من الاهداف النبيله جدا اللي هو يوجه الفتره اللي جايه، فلازم دور الفن الايجابي يبقى براق ويبقى مؤثر ويبقى المواطن العادي بقى يحس بيه. الحقيقه اللهم احمدك واشكر فضلك، انا اول مطرب عربي في السينما الهنديه عامل فيلم اسمه لافين كايرو، هينزل ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احنا رايح اعمل في مومباي، هحضر ان شاء الله باذن الله الدوبلاج، وبعد الدابنج باذن الله هعمل، هنشوف بقى الافيشات وحاجات كده، والفيلم هيبقى هيعمل له مستر جافيد رحمن خان، هو من شركات النتورك وفي السينما العالميه في الهند وفي بوليوود، وهو فرحان بيقدم سامح يسري في السينما العالميه. الفيلم ده مغني فيه اغنيتين بالانجلش واحده بالعربي، واول واحد بيدخل اغنيه المصريه بوليوود. وبكده نكون وصلنا لمشوارنا واخبارنا النهارده، استنونا بكره قبل الوقت ده بساعه. شكرا ليكم وشكرا ليك يا فاروق. مزايا، وكمان ما تنسوش تتابعونا وتشاركونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتوحشونا.